محمد بن شريفة مدرب فريق نهضة زمامرة، فاجئ رئيس الفريق وجماهير نهضة زمامرة. بن شريفة حقق نتائج جيدة هذا الموسم رفقة نهضة زمامرة، حيث لم يتلقى أي هزيمة في 9 مباريات، حيث انتصر في 6 مباريات وتعادل في 3 مباريات ليحتل الصدارة ب21 نقطة. كل هذه المعطيات، حيث فاجأ المدرب محمد بن شريفة الجماهير ومحبين الفريق بتقديم استقالته من تدريب الفريق، والسبب هو اختلاف بينه وبين رئيس الفريق.